ثواني بعد اذنك. كل متابعينا في اليوم السابع وجماهير الزمالك في انتظار الفريق امام احد الفنادق في محافظة كفر الشيخ، تواجد عدد كبير من الاهالي من مشجعي نادي الزمالك هنا امام الفندق في محافظة كفر الشيخ انتظارا لوصول نادي فريق كفر الشيخ. كل بقى النهارده في انتظار نادي كفر الشيخ. احنا ان شاء الله رب العالمين املنا كبير جدا جدا في الدوري السنه دي ان شاء الله رب العالمين، لو خدنا حقنا والتحكيم مشى زي ما هو، يعني التحكيم السنه دي احسن من السنه اللي فاتت بوجود الفار، وان شاء الله احنا مستنيين اصلا من كلاتنبرج احسن من كده كمان ان شاء الله رب العالمين. لو الزمالك فاز بالعشر ماتشات اللي جايين وهو قادر بشرط التحكيم ان شاء الله رب العالمين الدوري زملكاوي لا محال. محمد خش على اللقاء، خليك قول لي توقعاتك بكره ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك 2-0 ان شاء الله، زيد الفوز والاستاذ مرتضى منصور والجميع اعضاء نادي الزمالك. بكره ان شاء الله الشعب بترحب بالزمالك. بكره ان شاء الله باذن الله الزمالك في كفر الشيخ، بكره ان شاء الله باذن الله لقاء الزمالك والمحله. تمام، انت متوقعين 2-0؟ 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. تقول ايه النهارده يعني جابوا جمهور الزمالك؟ تقول ايه النهارده واحنا بنستقبل فريق الزمالك دلوقتي؟ طبعا احنا زي ما انت حضرتك شايف الناس شويه، شايف التجمع وفي لسه ناس جايه كتير ان شاء الله. يعني احنا فرحانين جدا ان الزمالك النهارده يعني هيزورنا. الزمالك ده حاجه بالنسبه لنا يعني باذن الزمالك ان شاء الله ان شاء الله دايما في ترحاب، واحنا مستنيين فريق الزمالك عشان الزمالك ده حبنا عشان احنا مستنيينه. تمام، وان شاء الله زي ما انت، انا عايزك تصور الناس دي كلها. كل متابعينا في اليوم السابع بنرصد لحضراتكم تواجد عدد كبير من جماهير الزمالك في انتظار الفريق الاول اللي جاي ان شاء الله باذن الله اليوم السابع. ان شاء الله باذن الله هيكون متواجد الليله دي في فندق هنا تابع لمركز البحوث بسخة، وزي ما انت شايفين كل متابعينا في اليوم السابع عدد كبير من الاهالي وجماهير الزمالك هنا امام الفندق في انتظار وصول الفريق، وهم زي ما هو قالوا عبروا ان هم متوقعين 2-0 ان شاء الله باذن الله. زي العادة زي العادة كده بنكلمكم، يلا اكسبوها وفرحونا يا ولاد الليلة. الزمالك بيلعب يكسب دايما والله، انتوا جامدة من في البلد دي يقدر
البروباغندا ما شوف اللوجو نتابع كل متابعينا في اليوم السابع الآن ووصول لاعبي نادي الزمالك، وأول دخول هو المدير الفني لنادي الزمالك، ثم يتبع بعد ذلك دخول فريق نادي الزمالك. الآن كل متابعينا في الآن الونش أمامكم، كل متابعينا ما زلنا بنتابع مع حضراتكم. زي ما انتم شايفين كل متابعينا في اليوم السابع بنتابع مع حضراتكم الان كل متابعينا في اليوم السابع الان فندق وصول الفريق فندق لملاقات المحله غدا. مين طيب يا باشا؟ احمد 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 زيزو راجل يا زيزو زيزو. ما زلنا بنتابع معكم كل متابعينا في اليوم السابع وصول لاعبي الزمالك هنا للفندق. ما زلنا كل متابعينا في اليوم السابع في انتظار داخل الفندق، كل متابعينا في اليوم السابع اللاعبين. السلام عليكم. المطعم لا. كل المطعم لا. كل المتابعين في اليوم المطعم لا السابع. وصول اللاعبين. وصول اللاعبين ل What's